هيدروكسيد الصوديوم يعني صوديوم هيدروكسيد. خلاص وزير وزير ما شاء الله. يلا كعب تفضل. خلاص كعب. صوديوم هيدروكسيد راح اعطيكم جنرال انفورميشن على الصوديوم هيدروكسيد. كيف حاجه زين. صوديوم هيدروكسيد يسموها بلتس او يسموها فليكس، يعني تكون ماده صوليد وايت كريستلاين صوليد ماتيريال اسمها، اما يقولون يطلقون عليها اسمها بلتس او فليكس. ليش؟ شكلها يكون على شكل بلتس هذا الشكل او على شكل فليكس يعني رقائق هذا الشكل، تجي بهذا الشكلين الماده صوديوم هيدروكسيد. عندها other names أو common names اللي هي كيوستيك صودا and لاي، يعني ممكن أقول لكم صوديوم هيدروكسيد كيوستيك صودا أو لاي two other names. تمام زين. شو يصير اللي هسوي absorb the moisture from the air، لما المادة تمتص الموشر from the air شو نسميها تسوي absorption للموشر from the air شو نسميها؟ مايكروسكوبيك لها علاقة بالمايكرو، شو لها علاقة بالمايكروسكوب؟ هايجروسكوبيك ماتيريال أو هايجروسكوبيك سبستانس، حفظوها هايجروسكوبيك سبستانس. الصوديوم هيدروكسيد يعني تسوي absorption للموشر from the air، تكون very corrosive to the tissue and material، يعني لما نحطها على الورقة راح تبدي تتأكل، لما نحطها على الجلد راح يبدي يتأكل. corrosive to the material and tissue تتأكل، يعني مادة قاعدية قوية. used in preparation of standard alkaline solution useful in volumetric analysis of acidic compounds، يعني أحضر عندها solution أستخدمها بعملية اللي هي analysis أو standardization للacidic substance. واضح؟ يعني بعملية الستاندردايزيشن ممكن استخدمها as a standard material للأسيديك سابستانس، لأن هي قاعدة، فأروح أسوي ستاندردايزيشن لمن؟ للحوامض. نعرف تركيزها أو نعرف حجمها. أيضا بيش استخدمها بالكلينينج of equipments، ممكن وين موجودة؟ موجودة بالسوبس، موجودة بالكلينينج material أو agents، many other uses. وين موجودة؟ بالسوب، موجودة بالكلينينج ايجنت، وشنو استخداماتها؟ وشو لما تيجي in contact with the air بالاتموسفيريك اير ايش موجود؟ اكو شيء اسمه CO2. CO2 موجود راح تتفاعل وياه، يعني عندنا NaOH زائد CO2 ايش راح يعطينا؟ Na2CO3 بلس هذه شنو هي؟ صوديوم كربونيت. اخذتوها باللاب من قبل ولا لا؟ ها محاضر ذنبع هو محاضر زين. وهاي الصوديوم كربونيت تكون ووتر سوليبل، ويعتبروها كونتامينت.
واضح؟ contaminant ويا صوديوم هيدروكسيد، يعني لهذا يسووا له standardization للصوديوم هيدروكسيد حتى نعرف الـ exact concentration of sodium hydroxide. لأن هو من يجي هسه مثلا أخذوا من عنده شوية حطوه برا شوفوا يبدي يموع يذوب، لأن دي يتفاعل دي يصير أكو reaction بينه وبين CO2 الموجود بالهواء فيعطيكم الناتج صوديوم كربونيت اللي يعتبر water soluble يعني يذوب ويا مي. زين شلون نسوي preparation الواحد نورمالية من ال NaOH؟ أريد أحضر واحد نورمالية من ال NaOH. شلون نحضرها؟ شو نسوي أول خطوة؟ ال NaOH طيبة ماجد، وينها طيبة؟ تعال طيبة، هسه عندك مادة صلد، شلون تسوي بريبريشن؟ تريدين تحضرين محلول من عندنا واحد نورماليه، شلون تحضرين؟ يعني قبل قصدك على الموضوع اي مال مت؟ شنو نستخدم؟ شنو نسوي؟ هو نسوي بريبريشن يعني اول شيء برايمري وسكندري. تمام. نحضر هذا ابو الاوفايت واحد نورماليه. بس احنا نريد واحد نورماليه من الان اي اتش. شلون نحضره؟ بالقانون. اي. مال النورماليه تساوي الويت. تكتبين اياه. قام تتقلب المحاضرات مو زين على الاكوفالنس في اويت في لا هو هذا قانون المن صارت لو ليكويد من يقول صالت ارفع ايده من يقول صالت لا ليكويد صالت ليكويد صالت هذا للليكويد ليش ليكويد لانه سبيسيفيك جرافيتي وبريزنتيف كونستريشن اذا اريد احس به هي احنا نقول وايت كريستالاين سوليد ماتيريال اذا هي سوليد شلون احسب هي بس السبيسيفيك جرافيتي بالنسبه لها وين نسويها حال. شلون تحسبين الصوديوم؟ قانون شو؟ إيه. لا مو تخفيف بس احنا ما بدنا نحكي اي تخفيف. انا اريد احضر محلول واحد نورمالية للنيون. ايش احتاج احسبها؟ اول شيء نحسب الكمية اللي حناخذها. بدون حكي طلاب ركزوا. شلون نحسبها؟ نحسب الكمية اللي حناخذها الويت بالضبط نحسب الويت اللي حناخذه من الكمية الأصلية على مود نحضر واحد نورمال زين شلون نحسب الويت؟ الويت شلون نحسب الويت؟ كافي حكي شلون أحسب الويت للـ NaOH؟ ها قانون شنو؟ الويت الويت يساوي N بدون رفع ايد ما اريد رفع ايد انا قوي يعني الويت يمكن نورمالية بس ما بيسوى زي جرافيت مو تجلس للسائل في الف على النسبة المئوية بدأت يلا
بالويت المادة صالد. شنو القانون؟ هذا المولكيولر ويت بيقلب على كل الويت اللي طالع. طبعا انتبهوا وياه. قانون الكتابة يقول قانون عني النورمالية عندي يساوي المولكيولر ويت في ألف على الإيكوفالنت ويت في الفولي. يلا راح يطبق النيل. وين الأرقام؟ شنو الأرقام؟ كل مولكيولر ويت شنو؟ وزن الذرة ما؟ وزن الذرة. والإيكوفالنت ويت شلون نحسبه؟ ليه؟ حسبي الإيكوفالنت ويت. لابسة أخضر هو متعال. شو اسمك؟ زهراء أحمد. يا زهراء. شو تروقيها؟ زهراء أحمد مو؟ شو تسويها؟ هسه وده يقول صلحوا لي هي محمد جادة صلح لي هي وقال له الويت. الإيكوفالنت ويت شو راح تحسبيه؟ وهذا الفوليوم إن مل ما ننسى. يلا شو راح نحسب الإيكوفالنت ويت؟ أريد الإيكوفالنت ويت للصوديوم هيدروكسيد. الإيكوفالنت هو الويت للصوديوم هيدروكسيد الـ NaOH. شو راح نحسبه؟ شو يساوي؟ على يعني هنا هتكون على واحد. المن الواحد اي شلون هو الوزن على هذا الشيء اسمه المكافئ اللي هو مال ان اي او اتش واحد. يعني في حاله القواعد ايش احسب المن مال او اتش مال او اتش فاحنا لنا بالان اي او اتش فشيت واحد بها واحد يضرب مقام واحد. الفوق شنو هو الوزن مال يعني وزن شنو يلا ساعدوها فوق شيلوا بالباص شلون نحسبه تنطينا اياها سهله ها عباس شلون تحسبه على الذرات في الله يصلح تعال يلا غش الشوكيات قوم ما يسوى واحد يغش الشيك دبا الموبايل يلا شو تحسبين راح انطيك اياه هو كذا على الاي يساوي 23 الاو 16 الاتش 1 يلا شو تحسب يلا 24 زائد 16 اي جيد نحسبها 23 ها بس انت تحسبين 40 كلهم طلعوا 40 لا تضرب لا تضرب لا تضرب ما زدت شيء هو ما في شيء غايه طلع فوق ال 1000 اي لا حسبها انت ايش قلت اسمع انت ايش قلت اول شيء لا المونيتور وصف عدد العدد المونيتور عدد الجزيئات في عدد شنو؟ واحد معناتها واحد في 16 والاكس جيت
واحد في واحد. ايش قد تسمع الحين؟ 40. حطه. تفضل جواب. ما الجو شنو؟ ايش قد؟ واحد. لا لا ايش واحدة؟ في حالة الهايدروسي في حالة المواعي تاخذ الـ OH ايش قد مرتفع بيه؟ بس ايش قد يطلع لك قبل التويت؟ 40. سي. تمام، اقعد. يلا بقعد. نبا. منو نبا؟ تعال. يلا نبا. هسه حسب ايش الايكوفالنت ويت. تمام؟ احنا شو نريد قلنا؟ نريد نورمالية ولا نريد ويت؟ شو نسوي؟ بعد يا راح سكت له لا هوسة برا وهوسة جوا كافي كافي حكي شو تريدين تحسبين الويت شو نسوي يعني نسوي شيء نحط اللي نريده لو ما نحط قانون حتى نطبق القانون يلا هاي القلم حط يلا خلينا نشوف هاي نورمالية هاي ال هاي مش قادر تحضر شو هيك بالخطش لان الورا ما يشوفون احتاج 40 جرام بعد ما حطيت القانون مالتي طبقته احتاج احسب ويت وزن بعد ما حسبنا الايكوفالنت ويت يطلع 40 جرام زين اذا غيرنا من النورماليه وقلت لكم 0.1 ايش قد يتغير الوزن لو ما يتغير اذا غيرت الفوليوم لقيت 500 اذا قلنا 100 اذا قلنا النورماليه 0.05 واضحه لنا شلون تحسبوها؟ مو تقولون شلون غيرتينا؟ اغير نورماليه يتغير الويت. اغير حجم يتغير الويت. واضح؟ زين حسبنا الوزن اللي نريده. من يقول لي هيك بسهوله البروسيجر؟ شلون نحضره؟ شلون نسوي بريبريشن؟ والمحاضرة اللي فاتت شلون نسوي preparation standardization؟ دكتورة؟
رقية وين هاي رقية سليم؟ يلا رقية شلون تحضرين؟ هسه حسبولك الوزن اللي تحتاجيه حق تحضرين واحد نورمالية من الانيوتش. احكي احكي شو تسوي؟ ها؟ وشي بدا اسمع لك؟ مقارنة ما يخالف، شلون تحضرين محلول قبال شلون تسوي؟ عندك وزن 40 جرام، شو تسوي؟ هبت مقارية؟ آخر وحدة أنتي أنتي لابسة أخضر، شو اسمها البداية؟ أنتي شو اسمك؟ منار ياكروب ياكروب منار مكتبتي اسمك مو؟ منار منو؟ علي غانم وينه؟ علي غانم شلون تحضرت؟ شلون هل المادة المعلومة هاي؟ فيوليت نجيب الستاندر نخليه فيه قبل ما ناخذ المعلوم بعدنا ما بدي بعمل الستاندرد هذا الشيء، احنا بدنا نسوي فلكوليشن محلول واحد نورماليه من الانيوتش. انا اريد احضر هسه من هي كانت بدنا حسبت لك وزن 40 جرام. زين؟ طلع النورماليه. شلون؟ ايش حتسوي؟ كخطوات. النورماليه. حسبناها، شو تسوي بعد النورماليه؟ غير البروسيجر اي البروسيجر شلون؟ شو تسوي؟ خلي الماده قريبه وليت. عندنا المادة الحاضرة الثانية اللي هي الستاندرد سوليوشن اللي احنا خدناها بالمحاضرة فاتت صوديوم بيكربونات شو اسمك؟ ايه انتي انتي لابسة هاي الشيء شو اسمك؟ ايه لوراك ايه شو اسمك؟ افنان افنان شلون اسوي لك بروبريشن؟ بدون رفعيت بدون رفعيت انا بدي اختار في شيء راندوم اللي عشوائيا يعني ما بدي رفعيت افنان ياكلوا علي عبد الله علي عبد الله محمد تايف وين علي عبد الله محمد تايف شنو هاي؟ عبد الله محمد كاتبين علي عبد الله محمد تايب ها؟ بس علي عبد الله محمد تايب بحر؟ هو اسمه علي عبد الله محمد تايب يلا عبد الله محمد تايب شلون؟ زين تمام لا صحيح كمل يا شي لا تستعجل بالخطوه اللي وراها طبعا انتوا اللي تريدون تحضروه تحطوه بوليوتك الفلاس شلون تسوون البريبريشن يعني 100,000 مره عدناها نجيب لك كتر كاف بالانس نوزن الوزن اللي هو طلع لي بعد ما حسبت سويت كالكوليشن 40 جرام زين احطه ببيكر سلندر بعدين نجيب الدستل ووتر احطه ببيكر اريد اضيف له الدستل ووتر اذوبه بالكامل احطه بالفوليومتريك فلاس واكمل الفوليو اب تو اللي اريده 100,000 500 اكمله سهله لو مو سهله هي خطوات اوزن الوزن اللي حسبته وارد احطه بيكا احطه دستل ووتر سم اماوت 100 200 ايش قد تريدون تحطون تذوبوه بيه وبعدين تحطوه بالبوليومتريك فلاس وتكملون البوليوم وتحطوه له سووا له ليبل ليبل اند مارك اند ليبل ايش نكتب؟ نكتب اكسبكتد واحد نورماليه من الانيوتش لان هاي مو صحيحه لان احنا نريد نسوي له ستاندردايزيشن
لهنا اوكي زين. هاي الخطوات عندكم سوينا preparation وقلت ناخذ we need to weigh about ايش قلت 40 جرام من النيوش solid transfer to beaker and dissolve with distilled water and then pour into volumetric flask ونكمل volume للألف ونسوي له mark and label وذي expected 1 مللي من النيوش solution. حضرنا هذا أول واحد حضر شو نريد؟ نريد نسوي standardization ويا من؟ راح نسوي HCl solution نفس الخطوات لكن هذا ليكويد فاحسب عن طريق القانون اللي كتبته غلط مني منكم البنات قالت سبيسيفيك جرافيتي بالبرسنت في الف على الايكوفالنت ويت تحسبون ايش قد فوليوم تحتاجون حق حضر واحده الماضيه وهذا موجود بالمحاضره السابقه عندكم شلون تحضرون زين وهم تكملون الفوليوم تكون واحده الماضيه من الاشياء لكن هذا برايمري ولا سكندري الاشياء سكندري تعبتكم ليه؟ used as a secondary standard solution. ليش secondary؟ مو نقد صورة كافة على تبغى بالضبط. يعني not sufficiently pure. Not sufficiently pure. تعبتكم ليه بمحاضرة السابقة. To be used as a primary standard solution. فلهذا يسمون secondary standard solution. Secondary. تمام؟ اسمه؟ انت غير لونه مو؟ نسوي ستاندردايزيشن صح شوف التجربة قوالك شو راح يتغير اللون بس هو كلرلس زين شو احتاج؟ احتاج في لون فاتلين از انديكيتر ذيك المحاضرة ايش قلنا؟ من احتاجينه؟ احتاجينه الميثايلوريد هنا راح نحتاج انديكيتر يختلف اسمه فينول فاتلين انديكيتر نحتاج نسوي له ايضا بريبريشن لان هو اصلا يكون على شكل باودر فناخذ هنا كاتبتكم اياها 2 جرام ندوبها بايثانول mix well and label it يعني ذوبوب إيثانول 100 مل تأخذون 2 جرام توزنوها وتحطوها بيكر تحطون عليه 100 مل من الإيثانول وتذوبوه بالكامل وتحطوه بعلبة زين وتحطوا له ليبل تقولون هذا فينول فاتين انديكيتر هاي باكو شوفوا هذه العلبة هاي العلبة مكتوب فينول فاتين انديكيتر تمام حضرنا الانديكيتر مالتنا همينة هسه نجي نسوي ستاندردايزيشن شلون نسوي ستاندردايزيشن تسهل ها؟ تسهل نسوي standardization ناخذ البيوريت هسه طبعا البيوريت مدرجة تبدي من الصفر إلى 100 مو أو 50 حسب حجمها هي وناخذ conical flask هذه البيوريت أول شيء نسويها عملية wash أو justifying with distilled water and then with some amount of NaOH اللي حضرنا ليش؟ ليش بسوي الهواش with distilled water بعدين with NaOH؟ على مود إنه distilled water اللي حطيته بالبداية غسلها ما يغير الconcentration مال NaOH اللي حضرته فلهذا أغسلها بشوية NaOH حتى لا يتغير عندي الconcentration اللي أجي أحطه به تمام هنا؟ هذا الكونيكال فلاسك احط بيه من الواحد نورمالية اتش سي ال خلينا نقول 10 مل نحط من عنده من الاتش سي ال واحد نورمالية ونضيف له 2 دروب من من الفينول فاتلين انديكيتر طبعا راح يكون كلرلس ما بي اي لون نبدي نسوي عملية دروب وايز تايتريشن نزل قطرة قطرة وشيكينج قطرة قطرة وشيكينج إلى أن اللون يتحول إلى البينك هذا معناتها صار عندي الإند بوينت كمل التفاعل هنا تمام كمل التفاعل هاي الإند بوينت شو أريد أحسب بعد ما خلصنا أحسب البينك
النورماليه هذا البي 1 وصار عندكم ديفرنس بين بي هاي بي 2 شو اسوي غزوه وين الغزوه شلون تحسبي شو اللي نحسب احنا اصلا هو بالقانون ال1 بي 1 ساوي ال2 بي يلا نحدد هذا جزء المن وهذا جزء المن يعني نقول مثلا هذا الـ AI وهاي الـ FCR حتى تعرفين كده أخذ هذا القلم يمكن يتلاحظ شنو سكندري يعني شنو سكندري يعني شو يعني سكندري يعني شنو بس على هاي لو هو سكندري ستاندرد سوليوشن وهذا نفس النحو هذا 12 مال ها نفس النحو هو هسه نزل وصار الديفرنس 12 مال يخليها الفيديو وين نخليه بالفيديو خليها بالفيديو راح باتي والله خليها بالفيديو ما ادري يعني خليها بالفيديو خليها الاغراض بلا غير واحد بوينت اثنين بتقول انه بيصير هو تمام نورمال تخلي وتحطني عليه هل طبقتها صحيح لا صحيح غلط ليش ما رجعت ليش ما رجعت ما رجعت مو يعني معناته احنا نريد نطلع النورماليه المن يعني هي طلعت النورماليه مال بنت احنا مو طلعنا واحد اثنين ايش طلعنا واحد مال انا ايش قلنا صحيح ايش قلنا تقول لك اكسبكتد انا اللي اطلع الاكزاكت او الاكتوال نورماليتي للان اي او اتش ما نريد الاسيال لان احنا استخدمنا هذا هو ستاندرد سوليوشن يعني بدال 10 قالت دكتوره شنو بدال 10 لا ما بدال 1 انه انا هاي النورماليه هي الواحد وهذه اللي غير معلومه يعني انا الحفره واضح يعني من بدي احسب بدي احسب لنا اي واتش فانتبهوا ما بدي احسبها للاسيال الاسيال يعني موجوده عندي موجوده بل هو الستاندرد سوليوشن اللي استخدمه أريد أحسبها للـ NAOH ليش قلت تحدد يا طرف من عندهم
فهنا هو واجه رجع سبه وجيت من عند الفوليوم حمينا غلط الفوليوم جيت استهلك اللي نزل هنا حطينا الانيوش احنا قلنا نسوي جاستيفاي ونحط انيوش بالبيوريت فهنا جيت الحجم الفرق 12 وهنا كان 10 اخذنا بالكونيكال بلاس تحسبوا واضحة هاي الخطوة ولا لا؟ بس النادي صحيح يعني النادي صحيح دكتور ما غلط النادي صحيح لا تستهين ليش لأن 10 12 واحد واحد لو هذا مين يختلف فأكيد تختلف بالضبط بالضبط أساس الرزق زين مش قد يطلع ها مش قد يطلع مش قد يطلع شو اسمك علي مش قد يطلع شو صار هسه احنا سوينا طلعت هالبابا شويه واقل من عدها بشويه فطلعت النورماليه مالتنا مو واحد اذا في حاله هاي البوليوم اللي طلع لكم الحجم تطلع لنا 0.83 مثلا هاي لان احنا افترضنا فهنا تحطون الكالكوليشن هاي الانفايت مالتكم اللي هو من كلابلس لا بينك طلعت ايش مش هذا المنزل منو؟ يعني اشوفكم انتم تعرفون له لا أسألك بالكاسلوة يعني ليش مش راكين مثل بالمهزمة ونقرار نمتحن ونجاوب والله كم مدرك هسا سوي تايتريشن ها شو سواد يا رينا هسا راح تستفاد وشوف شون لا يعني شو راح ينتج والله عباس شو راح يصير الرياكشن شو راح يصير الرياكشن آخر وحدة يتصفش قاعدة شو اسمك ها؟ سارة شو راح يصير رياكشن؟ ها؟ شلون تدري؟ شو راح يصير رياكشن؟ ها سارة، سارة منو؟ ها؟ سارة أحمد؟ ايش دي يصير سارة؟ بس طلع المعادله ها بس المعادله هي المعادله انا دري اعملها اكتب ليش المعادله بس ها ساره تعالي تعالي قومي ساره ترى هي المعادله غير انا يا واش زائد اكسيدر مو اكسيدر ها ساره ليش صارت النقطه شلون مثلا حطينا ايوه شيء بلس اي سي على شيء طيش كيف بيني يا هون كيف بيني يا اوكسيديشن زين ليش تقولي ما اعرف ها صار والله اكثر دغري ليش اكسيديشن؟ اكثر الاكسيديشن اللي هو تشوف الـ
هل من هي من التفاعلات مال الاكسيديف؟ ها هاني ترى سوى حامض هسه من يفاعل قاعدة ولا حامض تعادل دكتور انت تقلب هي في الموجه تقلب زين والله قلت تعادل تعادل ايش راح طلع لنا ملح زائد شنو زائد مي شو اسمك اي يا جماعه ها اي والله اي انت اسيل ايش صار ايش صار بالرياكشن مالتنا شنو هسه قاعد بتجي يا اسيل شو اسمه ساره ها اي تفاعل شو زين ايش نتج ملح ومي الملح شنو عندنا يلا أسير ها أسير الملح شنو شبين ملح هذا اي شنو يعني شنو يعني أسير شنو يعني أسير كلوريد الصوديوم اي صوديوم كلورايد كلوريد صوديوم صوديوم كلورايد ملح هذا من يتواجد بالماء شو يصير له ها يدوب إذا تحطين ملح بالماء بالمطبخ شو يصير فيه؟ يصير خلاص يصير مالح ها؟ يترسب بالملح؟ لا ما يترسب حتى بكمية الماء بالمطبخ بالمطبخ جبتي ماء وحطيتي بيه ملح وغطيه هذا الملح تشوفيه بعد؟ لا يدوب نشوف الملح؟ لا أكمل راح تترسب ديش الريسبتيشن رياكشن الملح كافي هسه ال NaCl نشوفه لا لا ليش كذي ليصير غير في هذا الديكيتر يعني إذا ما حط الديكيتر شو يصير أعرف أنا بنت وايد لا 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 ما تعرف إلا ذا كمية كبيرة شنو ذا كمية كبيرة ما هي لا لا ميبي عطاء لا أنا دا أوضح لها الفكرة إنه أنتوا من أكو صلت ذي يطلع عندكم صلت هو الرياكشن صح قاعدة ويا حامض يعطينا ملح زائد مي لكن أنا هسه تفاعل إذا ما حط له إنديكيتر راح يبين عندي الإند بوينت ما راح أشوفها لأن الملح من يذوب بالمي ما إله أي لون وهو أصلا السولوشن مالكم ما إله أي لون فلهذا احنا نحط انديكيتر حتى نعرف الاند بوينت مالتنا وين وصلنا الرياكشن وين وصل كملوا بعدين تمام شفت الغرض من عندي ليش سؤال ليش سألنا على الملح بس انا واحمد من قلنا انديكيتر اي انت بس هناك بعالم ثاني اللي يحكي سوالف مستويات مستويات يلا يذوب لما يذوب الشكر زي الشكر شنو هي رسمه شنو شنو ما تعرفه هذا جاوب كلامه ما خاطر ما شباب لا 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 ل
شنو معها؟ لاكتوز، فركتوز، هيليتول،